ولنقاش هذا الملف حول الاعتقالات وفقا للمخبر السري ودوره في اعتقال الأبرياء، ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي. أهلا بكم سيدي. تحية طيبة لك سيدتي والمشاهدين الكرام. في ظل الاعتقالات المستمرة والمتكررة للنازحين في عدد من المحافظات دون مبرر، ما الدور الذي يلعبه المخبر السري في تنفيذ هذه الاعتقالات؟ يعني سيدتي حقيقة المخبر السري في هذه المناطق لعب دورا كبيرا جدا، ونقول أنه هو الدور الرئيسي في جميع الاعتقالات التي حدثت، لأنه المتابع لهذا الملف يعلم أنه المخبر السري لعب الدور الأكبر في هذه الاعتقالات. كل الاعتقالات حدثت اعتقالات من دون أدلة حقيقية ومن دون شهود عيان ومن دون يعني وضع حقيقي، كانت هنالك يعني عبارة عن إخبارات من هنا وهنالك، تم استهداف أشخاص معينين وعوائل معينة وأناس معينين ومناطق معينة على حساب ما يسمى بالمخبر السري. نعم. وحقيقة هذه قضية هي خارجة عن القانون وخارجة عن الدستور، لأنه القانون في المادة 243 يقول أنه هنالك حالتين للمخبر السري، إما أن يكون الإخبار من مخبر السري يتم من بعده التحقيق من قبل الأجهزة الأمنية والوصول إلى إثباتات وأدلة وحقائق بأنه معلومته صحيحة ويصعد الرجل إلى المحاكمة المتهم إلى المحاكمة، وإما يعتبر المخبر السري إخبار كاذب ويعاقب على أقل تقدير ما بين 3 إلى 10 سنوات. يعني المخبر السري الذي لعب هذا الدور في القانون يجب أن يكون محاسبة له، ولكن نحن نجد بأنه كل العمليات التي تمت عن طريق المخبر السري، يعني حتى القضاء لم يأخذ دور فيها وحتى التحقيقات لم تأخذ دور فيها، بل هي عمليات يعني تستطيع تقول طائفية يعني ومناطقية لا أكثر. ما الهدف من هذا الاعتقال وفقا للمخبر السري، خاصة أنه يشمل محافظات ومناطق معينة في العراق دون غيرها؟ والله سيدتي المخبر السري تستطيعين أن تصفيه بأنه المخبر الطائفي حقيقة، لأنه العملية هذه عملية الاعتقالات التي تمت في هذه المحافظات عملية اعتقالات طائفية بحتة، لا تمت بصلة إلى الأمن ولا تمت بصلة إلى الاستخبارات والمعلومات، والدليل بأنه الكل الذين تم اعتقالهم لم يتم التحقيق معهم بصورة احترافية بصورة قضائية، تم الانتقام منهم وتم معاملتهم بعمليات انتقامية في نفس الوقت التي العمليات الإرهابية والعمليات خرق الأمن مستمر. يعني ما حققوا الأمن، بالعكس هم قاموا بالقضاء على يعني بأخذ العدد الأكبر من هذه الفئة في هذه المناطق على أساس طائفي ومخبر سري وبدون مراجعة القانون. هنالك حالات 4 و5 و7 سنوات على المخبر السري، القضاء لم يحقق فيها، الشرطة لم تحقق فيها، فهذه عمليات تستطيع أن تكون عمليات طائفية بحتة. المخبر السري هو المخبر الطائفي لهذه المجموعة الحاكمة. نعم. كيف يعني ما مصير الضحايا بعد الاعتقال، خاصة وأننا كما شاهدنا في التقرير والمقاطع التي سبقت معاناة مشتركة للكثير من النساء اللواتي بقينا دون معيل؟ يعني هو بالتأكيد سيدتي التي الشخص الذي يتم اعتقاله يعني في الدول المحترمة يجب أن يكون هنالك يعني تقدير، لأنه هذا الشخص لديه عائلة لديه مصالح، قد يكون هو المعيل الوحيد لعائلته، فبالتأكيد يعني الذين تم اعتقالهم هم المعيلون لعوائلهم، هذه عوائل تدمرت، هنالك يعني وضع اقتصادي صعب جدا لهذه العوائل، هذولا كانوا المعيلين لعوائلهم، ولكن نحن نجد عدم اهتمام من هذه الحكومة والحكومات التي سبقتها بهذا الموضوع، فبالتأكيد يعني يجب أن تترتب مواضيع حقيقية. لو كان هنالك يعني نعيش احنا في بلد فيه قانون من الممكن أنه تحل هذه المشكلة في أيام أو أسابيع بسيطة، وتكون هنالك قضاء وإما أن يتم الإفراج عنه أو يكون هنالك حقيقة قضايا حقيقية وأدلة نافعة، وإلا هذه العملية العشوائية اليوم التي نعيشها اعتقال مئات الآلاف من الناس وترك هذه العوائل حقيقة في طبقة فقيرة جدا أنتجت لنا أكثر من 40% الآن من العراقيين تحت خط الفقر،
أحد هذه الأسباب التي 40% من العراقيين تحت خط الفقر هي هذه الاعتقالات العشوائية والتي شملت عوائل كبيرة جدا، مناطق واسعة جدا، حقيقة أصبحوا أطفال وعوائل ونساء بدون معيل يعني بالتأكيد. الحديث ربما عن باعتباركم أشرتم إلى المتابعة القانونية، ما مدى إمكانية ربما المطالبة بحقوق هؤلاء أو على الأقل ضمان محامي ليدافع عنهم وعن قضاياهم والتحقيق في هذه القضايا؟ والله يا سيدتي هذا الموضوع حقيقة ليس صعب، يعني لو كانت هنالك جدية من قبل الحكومة لا يوجد ناس مسجونين ويوجد الإخبارات عليهم والأدلة عليهم والقضاء موجود ويتم التعامل معهم بصورة حقيقية كناس مواطنين، وهذه القضايا تأخذ مجراها، الشرطة تأخذ مجراها وحقيقة تحقيقاتها إن كان هناك أدلة أو لا توجد أدلة، ويكون هنالك قضاء ويكون هنالك يعني إفراج عن الناس اللي ما عليهم أدلة يجب أن الإفراج عنه، زين، واللي عليهم أدلة يجب أن يأخذوا محاكمتهم ويكون أهاليهم يعرفون في هذا الموضوع وغيرها. ولكن نحن لا نجد حقيقة جدية في هذا الموضوع، الحكومة غير مهتمة بهذا الموضوع، يتعاملون معهم وكأنه هم ناس غير عراقيين أو يتعاملون معهم على أساس أنهم أساسا إرهابيين، وهي بالحقيقة هذه كانت كلها إخبارات سرية من قبل ناس طائفيين، من قبل عملية طائفية كبيرة حدثت، ولا توجد جدية في هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي، حدثتنا من العاصمة الألمانية برلين.